بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، أرحب بكم بالعام الدراسي الجديد. أني أستاذ مساعد دكتورة هيفاء محمود فهد، رئيس فرع الأحياء المجهرية، أستاذة الطفيليات. محاضرتنا لهذا اليوم هو رح ناخذ مقدمة and introduction and classification of parasites. What makes parasite different from other microorganisms؟ ما هو الشيء الذي يجعل الباراسايت تختلف عن باقي المايكرو أورغانيزم؟ تمتلك multiple life stages، مراحل متطورة ومراحل متعددة باللايف سايكل، different immune response، يكون difficult to formulate vaccine، ما أقدر أسيطر عليها أنا بالفاكسين، و difficult to control، وعدم صعوبة السيطرة على الباراسايت infection. What is medical parasitology? Medical parasitology is the study and medical implication of a parasite that infect humans. شنو الباراسايت؟ ما هو الباراسايت؟ هو عبارة عن living organism that acquires some its basic nutritional requirements through its intimate contact with another living organism. يعني هو عبارة عن مايكرو أورغانيزم يحتاج أن يتطفل حتى يحصل على احتياجاته الغذائية من another living organism. الباراسايت can be classified into two types: simple وهي unicellular for example protozoa، or complex multicellular for example metazoa. What's the meaning of eukaryote? Eukaryote is a cell with a well-defined chromosome and a membrane-bound nucleus. All parasite organisms are eukaryote. تكون حقيقية النواة. بالضبط عكس البروكاريوت مثل البكتيريا اللي هي ما راح تحتوي على membrane nucleus. Protozoa, unicellular organism. For example مثل ناخذ مثال عليها البلازموديوم اللي هي تسبب مرض الملاريا. الميتازوا هي المالتي سيلولار اورجانيزم، فور اكزامبل الهيمنث اور الورمز الديدان اند الارثروبود لايك التيكس اند لايس. وي كان كلاسيفايد باراسايت انتو تو تايبس اولسو، ان اندوباراسايت حسب موقع الإصابة اللي تكون الداخلية، هي الباراسايت that lives within another living organism مثل عندنا الملاريا والجياردية. And number two, an ectoparasite, the parasite that lives on the external surface، راح تعيش على السطح الخارجي of another living organism for example lice and ticks. Host. الهوست هو معناها المضيف أو العائل. الأورغانيزم in or on which the parasite lives and causes harm، هو المكان اللي يعيش بداخله أو عليه الباراسايت ويسبب له شنو المضرة، يسبب له الضرر. الهوست أقدر أني أقسمه إلى definitive host وهو المضيف النهائي اللي يكون الأورغانيزم in which the adult or sexual، يعني راح تكون هنا الباراسايت بمرحلة البلوغ الأدلت or sexual mature stage of the parasite lives. الانترميديت هوست وهو العائل الوسطي، الأورغانيزم in which the parasite lives during a period of its development only، يعني بأي مرحلة من مراحل التطور حتكون موجودة هي بالانترميديت هوست. What the meaning of zoonosis؟ Zoonosis is a parasitic disease in which an animal is normally the host but which also infect man. Vector. الفيكتر أقدر أسميه هو الحامل or carrier. الفيكتر living carrier. For example an arthropod that transport a pathogenic organism، هو راح يعمل على نقل الباثوجينيك organism from an، راح ينقل من الان infected person to a non-infected host، يعني من عائل مصاب إلى عائل غير مصاب. A typical example هي female anopheles mosquito، أنثى بعوض الموسكيتو اللي تعمل على نقل مرض الملاريا.
parasitic organism. نلاحظ هنا احنا قلنا نقسم الباراسايت اللي بالنسبة بصورة عامة الميكرو أورغانيزم هي راح تكون عندي إيوكاريوت مثل الأول باراسايت حتكون إيوكاريوت والبروكاريوت اللي هي تفتقد إلى النيوكليار ميمبرين مثل البكتيريا. الباراسايت are classified into two subkingdom. أقدر أقسمها إلى two subkingdom اللي هي البروتوزوا قلنا اليونيسيلولر والميتازوا المالتي سيلولر. البروتوزوا اليونيسيلولر باراسايت are classified. بدورها راح أقسم البروتوزوا according to morphology حسب شكلها and means of locomotion وحسب وسيلة الحركة إلها. There are 45,000 protozoa species. Most species that cause human disease belong to the phylum Sarcomastigophora and Epicomplex. أكثر أكثر الفايلم الشعب اللي سبب لي أمراض للهيومن هي Sarcomastigophora and Epicomplex. الميتازوا المالتي سيلولار include تضمن من الورمز الهيلمنث and الاريثروبود اللي راح تكون هنا ادهل بوسس عن external skeleton مثل التيكس واللايس. طبعا في الملاحظة مهمة اريدكم انهم تعرفوها ودائما تاخذوها بنظر الاعتبار، اني عندما اكتب الاسم العلمي لأي مايكرو اورغانيزم كأن يكون باراسايت اور فانجاي اور البكتيريا تكون الاسم العلمي اكتبه الجينس بالبداية بالكابتل لتر والسبيشيز يكون بالسمول لتر ويكون ايتاليك بصورة مائلة، واذا ما اكتبه بالورقة والقلم راح اجر جوا خطين ومثل البلازموديوم فالسيباريوم جارديا لامبيليا. طبعا هاي دائما تكون اكتبها بصورة الايتاليكس. Outline the classification of medically important parasite. أنا راح أقسم أو أصنف الباراسايت اللي إلها أهمية طبية. Classification of medically important parasite أقسمها إلى number one الهيلمنثولوجي والبروتوزولوجي والإنتيمولوجي إلى ثلاثة أقسام. بالنسبة للهيلمنثولوجي التايبس اوف ميديكال امبورتنت هيلمنث اللي تكون لها اهمية طبية هي التريماتود والسيستود والنيماتود. النيماتود طبعا حتكون الانتستينال نيماتود والتيشو نيماتود. بالنسبة لنا بالفصل الثاني ان شاء الله راح ناخذ بالتفصيل الهيلمنث، لكن الان ناخذها بصورة انه كانترودكشن كمقدمة ناخذها على الباراسايت بصورة عامة. يعني تكون بروتوزوا أو تكون ميتازوا. Differentiated between types of helminth. شلون أفرق أني الأنواع الديدان؟ Number one أي التريماتود أو ما تسمى بالفلوك. أول شيء أقسمها إلى General Morphological Characters إلى الصفات المورفولوجية طبعا العامة. هي تكون هيرمافروديت except blood fluke اللي تكون unisexual، تكون leaf-like flattened and bilaterally symmetrical. There is no body cavity. هاي بالنسبة للتريماتود. The organs of fixation الأعضاء اللي تثبت نفسها الهيلمنث بخلايا العائل تستخدم عندنا ال two suckers. على الأغلب تكون عندها two suckers. الأورال سكر اللي يكون بالمقدمة موجود بالإنتيريور and around mouth and الفنترال البطني يكون on the ventral surface. الهيتيروفايس has its gentle pore surrounded by a muscular ring. هاي أسميها بالجنتل سكر، هاي موجودة بالهيتيروفايس جنتل سكر. الهابيتات راح تستوطن التريماتود تكون بالديفرنت الهابيتات بالانتستينال بالهيباتيك بالبلاد اند بيولميناري فلوك. جنرال اوتلاين اوف لايف سايكل. اللايف سايكل طبعا راح نبدي بها من الادلت تنطيني الايج والايج راح تنطي الميراسيديم وبعدها السبوروسيست والريديا والسيركاريا اند الميتا سيركاريا ثم نرجع الى الادلت. هاي بالنسبه لللايف سايكل للتريماتود. الايج انواع تكون از بالنسبه للتريماتود حتكون
obliculated and should reach to a water source to hatch. تحتاج إلى أن تصل إلى مصدر ماء حتى تفقس. البيوض اللي تكون operculated يعني معناها إدها غمد أو شون الغطاء الغطاء الموصد بالضبط. The first intermediate host هي تكون السنيل، خليها ببالكم. إدها تحتاج إلى two intermediate host. The first هو أسميه السنيل، والسكند if present إذا يكون موجود هو is المارين creator. مثل ايش؟ except for الشيستوسوما. الشيستوسوما ال egg has a spine، تكون عندها spine no radia and no metacercaria. هاي بالنسبة للشيستوسوما. بعدها ناخذها ان شاء الله كلها بالتفصيل كل حسب الانواع. important stages in the life cycle، عندنا المراحل المهمة باللايف سايكل هي الدايجنوستيك ستيج اللي يكون مرحلة التشخيص هي الايج، الانفكتيف ستيج والمرحلة الإصابة أو المرحلة الإصابة is the انسيستد ميتاسيركاريا ما عدا قلنا except the شيستوسوما اللي هي تكون السيركاريا. The mode of infection is by ingestion of food contaminated. يعني راح يكون هنا اللي راح ينتقل الإصابة أو العدوى عن طريق هضم الفود contaminated الغذاء الملوث. With the infective stage ما عدا except in schistosoma it is by skin penetration. بالشيستوسوما حيصير الشيستوسوما هي الباراسايت الديدان اللي سبب لنا مرض البلهارزية. راح تكون الانتقال هنا mode of infection عن طريق اختراق الجلد الإنسان the skin penetration of the circaria. السركاريا المذنبة هي راح تخترق جلد الإنسان. النوع الثاني من الهليمنث هي أول نوع أخذنا هي التريماتود الفلوك. النوع الثاني هي السيستود أو ما تسمى بالتيب وورمز. الجنرال مورفولوجيكال كاركترز تكون هيرمافروديت أيضا الريبون لايك فلاتند and bilaterally symmetrical. There is neither by body cavity nor digestive tract. البادي راح يتكون من 3 parts. الهيد الرأس اللي هو اسميه سكولكس which is provided by organs of attachment اللي تستخدمه كعضو للاتاتشمنت للالتصاق. النك الرقبة is composed of actively dividing cells اللي هي stem cells and it is responsible for giving rise to new segment. النك هي راح تنطيني الأجزاء الجديدة new segment الأجزاء الجديدة من الديدان من الجسم. البادي is composed of several segments راح يتكون من قطع متعددة اللي هي الإماتشور راح تكون الغير ناضجة والماتشور and the gravid segment الثلاث أنواع من بالنسبة للأورغانز of fixation هي two type. السكرز تكون 4 عندي سكر بينما بالتريماتود تكون 2 with or without hooks that are arranged in one or more circle on the apex of the scolex called rostilium. هاي تكون السكرز تكون موجودة بالسكولكس تكون مرتبة على شكل الروستيليوم أو تكون النوع الثاني هي يا أما تكون تحتوي السكرز أو البوثيريا. البوثيريا تكون 2 وهاي راح ألاحظها تكون بالضبط مثل الأخاديد الممتدة تكون لي جروفز أخاديد. الهابيتات they all without exception are intestinal parasite. بالنسبة للسيستود تكون هي عبارة عن intestinal parasite. بالنسبة لللايف سايكل الأدلت طبعا ناخذها بعدها راح تجي الإيج والسيستيسيركس اللي هي السيستيسيركس اللارفال ستيج ومن ثم راح تتطور إلى الأدلت. except ما عدا منه the diphyllopotherium latum give oval operculated egg. يعني الدايفيلوبوثيريوم لاتام هي نوع من أنواع السيستود لكن راح تختلف باللايف سايكل عن another سيستود. ليش هنا راح تنطيني هي oval operculated egg ما راح تنطيني larval stage لا. containing راح يحتوي هاي الايج راح تحتوي على الهكساكانث امبريو
اسميه الكوراسيديوم. هيك ساكنت امبريو جنين اسميه سداسي الشخصية، سداسي الشخصية اللي اسميه بالكوراسيديوم. All cystoid require one intermediate host اللي هو اسميه بالvertebrate، ما عدا except الدايفيلوبوثريوم لاتم requires two intermediate hosts، والH نانا اللي هي الهيمونيليبس نانا don't require an intermediate host. Important stages in the life cycle. The diagnostic stage المرحلة التشخيصية هي الegg، والinfective stage هي last larval stage which is different according to. راح تختلف حسب نوع السيستود. بالنسبة للarval stage اللي هي اعتبرها شنو؟ infective stage. النوع intermediate host قلنا بالH نانا اللي هي حتكون الegg. هنا أنا عندي آني الinfective stage هي الegg. ال one intermediate host هي الother cystoid. ال infective stage هي cysticercus، واللي عدها two intermediate host مثل الدايفيلوبوثريوم لاتم ال infective stage إلها هي البليروسيركويد. المود of infection is by ingestion of food contaminated with the infective stage. النوع الثالث من الهيليمنث هو النيماتود، اسميه cylindrical worms اللي هي الديدان الاسطوانية. General morphological characteristic bilaterally symmetrical has body cavity separate sexes. هنا رح تكون مو هيرمافروديت مثل التريماتود والسيستود، لا، النيماتود تكون separate sexes، رح تكون الاجناس منفصلة، أجناس منفصلة. elongate and cylindrical شكلها تكون متطاول وأسطواني الشكل. بالنسبة للـ organs of fixation are present in the mouth and buccal cavity as lancet and teeth إدها مثل الأنس أسنان. تستوطن بالintestinal بالsmall and large and tissue nematode أيضا. بالنسبة للـ life cycle هي الـ adult, egg, larva and adult. التيشو نيماتود ار حتكون هنا، التيشو نيماتود ار فيفا باراس، حتكون فيفا باراس يعني راح تضع اللارفا، فيفا باراس معناها بين قوسين تضع اليرقات، واللارفا مولتس راح تنسلخ الى كيوتيكل 3 تايمز، تنسلخ ثلاث انسلاخات ثلاث مرات. This table راح يوضح explain the larva بالintestinal nematode بالتيشو نيماتود. اللارفا تكون دي 2، النوع الثاني او الانسلاخ الثاني هو اسميها الرابديتي فورم اند الفيلاري فورم، نوعين من اللارفا. الرابديتي فورم اللي هو يكون اللارفا تكون بطور التغذية، والفيلاري فورم اللي هي تكون الانفكتيف ستيج. بالتيشو نيماتود اللارفا كولد اسميها مايكروفيلاري، هاي بالتيشو نيماتود، لكن بالانتستينال نيماتود اسميها رابديتي فورم والفيلاري فورم. الانترميديت هوست انتستينال نيماتود نو انترميديت هوست، لكن بالتيشو هتكون اسينشال تو كومبليت لايف سايكل، كلش ضروري بالنسبه لها الانترميديت هوست حتى تكمل دوره حياتها. الايج هتكون بالانتستينال اماتور اكسبت الانتيروبياس فيرميكولاريس. انتيروبياس فيرميكولاريس الديدان اسميها البين وورم، الديدان الدبوسيه، والتشو نيماتود نو ايج. Important stage in the life cycle. Diagnostic stage بالنسبة للintestinal حتكون الايج اور لارفا، وبالتشو نيماتود هي المايكروفيلاري. Infective stage الايج containing larva or filariform larva. بالتيشو نيماتود حتكون الانفكتيف microfilary. المود of infection هو ingestion of food contaminated with the infective stage or skin penetration. بالتيشو نيماتود حتكون المود of infection رح تنتقل العدوى عن طريق ingestion or bite of the infective vector، تنتقل يا اما عن طريق الهضم او عن طريق عضة للانفكتيف فيكتور، قلنا هو الحامل اللي يكون حامل العدوى. كملنا بالنسبة للهيليمثولوجي، نجي على النوع الثاني من الباراسايت وهي اليونيسيلولر اللي راح ناخذها بالتفصيل بهذا الفصل، الفصل الاول ان شاء الله تعالى.
types of medically important protozoa أقسمها إلى أربعة أقسام هي pseudopod حسب نوع اللوكو organs locomotion organs حسب الأورغان اللي تتحرك بالبروتوزوا السيدوبود والفلاجيليت والسيليت والكوكسيديا. This figure حيوضح لنا taxonomic classification of protozoa. راح نلاحظ تصنيف البروتوزوا according to بالبداية احنا قلنا two sub kingdom البروتوزوا هي الساركوماستيغوفورا الفايلم ساركوماستيغوفورا يكون further هذا divided into ساركوماستيغوفورا راح اقسمها الى two sub phylum هي الساركودينا الموف باي سيدوبود راح تتحرك بواسطة السيدوبود الاقدام الكاذبة والماستيغوفورا موف باي فلاجيلا بواسطة الاصوات. الساركودينا مثل الجينس الاكزامبل انتاميبا والسبيشيز هو انتاميبا هيستولاتيكا. اما بالنسبه للماستيغوفورا حتكون الجينس الجارديا والسبيشيز هي الجارديا لامبليا. النوع الثاني من السب كينغدم هي الابيكومبلكس وبالبدايه انا قلت لكم تقريبا 45,000 سبيشيز من البروتوزوا هي راح تصيب الانسان وتكون تنقل إلى الأمراض أكثر الفايلم بالنسبة للبروتوزوا تنقل الأمراض هي الساركوماستيغوفورا والإبيكومبلكسة. الإبيكومبلكسة no organal of locomotion ما عندها عضية للحركة مو مثل الساركوماستيغوفورا اللي هي تكون عندها الفلاجيلا والسيدوبود. الإبيكومبلكسة ناخذ مثال عليها إن شاء الله هي البلازموديوم البلازموديوم فالسيباريوم بلازموديوم فيفاكس والبلازموديوم ملاري والأوفالي. السيلوفورا هي تكون أعضاء الحركة إلها هي سيليا مثل بلانتيديوم بلانتيديوم كولاي والمايكروسبورا هي تتحرك بالسبور فورمينج تكون السبورات ومثل الانتيروسايتوزوا الانتيروسايتوزوا البيناسي. General characters of protozoa الصفات العامة للبروتوزوه الأحادية الخلية اليونيسيلولار هي البادي is formed of cytoplasm and nucleus السيتوبلازم differentiate إلى ectoplasm والendoplasm النيوكليوس contain الكاريوسوم and peripheral chromatin السيدوبود اللوكو عندنا اللوكوموتور أورغانز اللي هي السيدوبود قلنا الأقدام الكاذبة الهابيتات تكون intestinal and free living a general outline of life cycle and important stages طبعا عندها هي two forms بالنسبة للسيدوبود اللي تستخدمهم باللايف سايكل حتى تتطور إلى دورة حياتها هي التروفوزويت والسيست تروفوزويت and السيست بالنسبة للسيدوبود. بالنسبة للسيليات اللوكوموتور أورغانز هي سيليا الأهداب الهابيتات بالإنتستينال جنرال أوتلاين أوف لايف سايكل أيضا راح تحتوي على الإمبورتنت ستيج سوري اللي هي تروفوزويت أند السيست الفلاجيليت. الفلاجيليت طبعا هنا راح تستخدم اللوكوموتور أورغانز هي الفلاجيلا الأصوات والهابيتات تكون موجودة بالإنتستينال اليوروجنتال وبالبلاد. اللايف سايكل امبورتنت حتكون الستيج لها هي البروتوزو التروفوزويت اند سيست هاي بالنسبة لليوروجنتال فلاجيليت. أما بالنسبة للبلاد فلاجيليت لأن أنا أقسمها إلى الانتستينال أند يوروجنتال فلاجيليت راح تكون إحنا عندنا الامبورتنت ستيجز هي التروفوزويت والسيست. أما بالنسبة للبلاد فلاجيليت مثل ناخذ عليها مثال الليشمانيا راح تكون عندها تو فورمز هي الأماستيغوت اللي تكون موجودة بالهيومن أند البروماستيغوت تكون موجودة بالفيكتر والفيكتر بالنسبة للليشمانيا هي أسميها الساند فلاي ذبابة الرمل. أما الإكزامبل الثاني هو التريبانوسوما التريبو ماستيغوت رح تكون بالهيومن والإبي ماستيغوت رح تكون بالفيكتر.
أما النوع الرابع من البروتوزوا هو الكوكسيديا. اللوكوموتور أورغانز هي السبور ريليتد ممبرز اوف ابي كومبلكس، واحنا قلنا هي هاي اكثر الانواع اللي تسبب الديزيز للهيومن بالنسبه للابي كومبلكس والساركوما ستيغوفورا. تستوطن بالانتستينال بالتشو اند بلاد. جنرال اوتلاين راح تكون باللايف سايكل هي الجاميتوغوني. راح تكون هنا عندنا الابي كومبلكس هي السكشوال ريبرودكشن والامبورتنت ستيج باللايف سايكل لها هي السبوروزويت والشيزونت والميروزويت والجاميتوسايت والاووسيست. This table explain the pattern of some major parasitic infections. راح نلاحظ احنا أغلبية الباراسيتيك أو أهم الباراسيتيك انفكشنز المسبب لها واسم المرض اللي تسببه. الباراسايت هو البلازموديوم، المرض اللي تسببه الملاريا، تقريبا من 273 مليون يصيب وورلد وايد، والديث يكون خلال بالير 1 مليون السويل ترانسميتد هيليمنث، السويل اللي تنتقل عن طريق السويل بالنسبة للهليمنث هي الإسكارس أسميها الراوند وورم، والترايكوراس اللي هي الويب وورم أو الديدان الصوتية، والهوك وورم مثل الإنجليستوما أند نيكاتور أمريكانز. طبعا هنا حتسبب لنا النيمونايتس والإنتستينال أوبستراكشن بالنسبة للإسكارس. البلادي دياريا الريكتال برولابس هاي بالنسبة للترايكوراس، والكوفينج والويزينج والابدومينال بين اند انيميا بالنسبه للانجليستوما اند الهوك وورمز بصوره عامه الانجليستوما اند نيكوتور امريكانز. اما بالنسبه للشيستوسوما، الشيستوسوما راح تسبب المرض اسميه رينيال تراكت اند انتستينال ديزيز، تقريبا 200 مليون 15000 ديث بير يير. الفيلاريا هي تكون الديزيز اللي تسببها هي اللمفاتيك فيلارياسيز and elephantiasis ده الفيل. No fatal but 40 مليون disfigured or incapacitated، يعني هنا ما راح يصير بها مو مميتة، إصابتها راح تكون بالنسبة للفيلاريا غير مميتة. التريبانوسوما كروزي، تريبانوسوما كروزي ديزيز اللي تسببها هي اسميه تشاغاز ديزيز الكارديوفاسيكولار، والافريكان تريبانوسوما تسبب افريكان سليبينج سيكنس. اريدكم تميزون بين النوعين التريبانوسوما الكروزي والافريكان تريبانوسومس، الامراض تختلف طبعا. الليشمانيا تسبب للكوتينياس والميوكوكوتينياس اند فيسرال ليشمانياسيز، وتقريبا 12 مليون الى 2 مليون نيو كيسز بير يير. الديث تسبب لنا 50000 تكون حاله بير يير. رح ناخذ examples of important intestinal protozoa، واحنا بالبداية قلنا هي اللي تنتقل عن طريق الفيكال اورال روت and cause diarrhea. اول نوع هو الجيارديالامبليا. الجيارديالامبليا رح تسبب تكون worldwide distribution، تستوطن او تعيش بالsmall intestine and result in malabsorption، رح تسبب لنا سوء التغذية سوء الامتصاص سوري. النوع الثاني هو الانتميبا هيستولاتيكا. الانتميبا هيستولاتيكا ما ينفيد ذا كولون، تغزو القولون and cause blood diarrhea. الاميبك ديزانتري also causes الاميبك ليفر abscesses. لاحظ شكلها بالالكترون مايكرو جراف بالنسبه لشكل الجيارديا لامبليا، شكلها مميز جدا. هاي التروفوزويت اسميه التروفوزويت هو الفيدنج ستيج، فيدنج ستيج هنا أنا لاحظ شكلها كانه شكل الوجه اللي تحتوي على التو سكرز. اما بالصوره الثانيه على اليمين هنا راح توضح لنا الانتميبا هيستولاتيكا مسببه للتيبيكال فلاسك شيبد السر. فلاسك شيبت أثر بالضبط نفس شكل الفلاسك اللي بالمختبر، هي هاي القرحة اللي تسببها الانتميبا هيستولاتيكا إن كولونيك ميوكوزوا.
الكريبتوسبوريدوم بارفام راح تسبب لنا البريفالنت ان ذا اميون كومبرومايز، راح تكون هي هنا خاصة بالاشخاص اللي يكونون ضعيفين المناعة. السايكلوسبورا تسبب لنا الدياريا فور سيفرال ويكس. بلانتيديوم كولاي راح تسبب لنا الكولونيك ألسريشن ايضا، لكن تختلف عن الالسر اللي سببها الانتمي بهستولاتيكا، قلنا تكون شكلها فلاسك شيبد ألسر بالنسبة للانتمي بهستولاتيكا. ايضا انتمي بهستولاتيكا حتكون بالانتستينال بالسمول ان بالاميبا ديزنتري سبب بالكولون ايضا، لكن تختلف عن الالسر اللي سببها البلانتيديوم كولاي. ناخذ الاكزامبلز، نلاحظ هنا عن السيستميك بروتوزوا. السيستميك بروتوزوا اللي اكتشفوها بالبلد مثل البلازموديوم، قلنا هي اللي تسبب لنا الملاريا. تكون عندي اني اربعه انواع، بلازموديوم فالسيباريوم والفيفاكس والاوفالي والملاريا. وايضا ناخذ لاحظ الصوره اللي على اليسار، هنا التيبيكال ليجن اوف كوتينياس ليشمانياسيس. وبالنسبة للصورة اللي الفيكتور اللي للأسفل هي السيتسي فلاي اللي تنقل الفيكتور، ينقل لنا الأفريكان تريبانوسومياسيز اللي قلنا سليبينج سيكنس. It has a painful bite اللي تسبب لنا اللي هي أسميها هاي التريبانوسوما، هي الهيم فلاجيليت التريبانوسوما. وأيضا الليشمانيا هيم فلاجيليت، الليشمانيا تنتقل عن طريق الساندي فلاي فيكتور، تسبب لنا الفيسرال والكوتينياس اند الميوكوكوتينياس ليشمانياسيس. والتريبانوسوما تنتقل عن طريق الفيكتور اللي هو اسميه سيتسي فلاي. بالنسبة لهاي المن سليبينج سيكنس، لكن الفيكتور اللي ينقل لنا التشاكاز ديزيز التريبانوسوما الكروزي اللي سبب الباراسايت التريبانوسوما كروزي هي الرودوفيد باج. اما بالنسبه للتوكسوبلازما غونداي، كنا نعرف هي ترانسميتد باي انجستشن اوف اوسيست فروم كات فيسز. انفكشن كان ليد تو حتسبب لنا اوكيولار بروبلمز، تسبب لنا مشاكل ايضا بعينيه بالعيون، اند اولسو كوز نيوناتال توكسوبلازموسيس. التاكسونوميك للكلاسيفيكيشن للهيليمنت، طبعا هنا نقسم الهيليمنت، احنا حكينا بالبدايه هذا بالتفصيل، لكن هنا نعطين احنا مع الاكزامبل السب كينجدم هي اسميها الميتازوا، الفايلم النيماتود، والفايلم الثاني هو البلاتي هيليمنت. النيماتود هي الراوند وورم، appear round in cross section، راح تظهر شكلها قلنا round or تكون cylindrical. جينس اكزامبل مثل اسكارس ترايكوراس الانجلستوما النيكاتور امريكانز انتروبياس فيرميكولارس اللي هي البين وورم قلنا سترونجيلويدز. اما البلاتي هيليمنث، هي تكون اسميها الديدان السطحيه لفلات وورمز. فلات وورمز هنا نو بودي كافيتي، ما عندها بودي كافيتي، اند بريزنت ذا اليمنتري كانال از بلايند اندينج. اقسم البلاتي هيليمنث اقسمها الى السيستود والتريماتود. والسيستود مثل التينيا، تيب وورم اللي هي تيب وورم تينيا ساجيناتا والتينيا سوليوم، بعدين ناخذها كلها بالتفصيل. والتريماتود عندنا مثل الليفر فلوك واللانج فلوك. الليفر فلوك هي اللانج فلوك هي الباراغونيماس ويسترماني. وعندنا بالنسبة للنون سيجمنتد تكون التريماتود نون سيجمنتد، يوجوالي تكون شكلها ليفي ليف شيبد with two suckers but no distinct head. Thank you very much. كملنا محاضرتنا وإن شاء الله أتابع معكم عن محاضرة نكمل الهوست and relationship المحاضرة الثانية إن شاء الله تعالى. شكرا لكم.